هل يفعلونها؟ الإجابة فقط ستكون من خلال متابعتنا في تغطيتنا المباشرة والحصرية. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. ليلة جميلة هنا والطقس رائع في ملعب المباراة، وهذه تحياتي محبكم فارس عوض من كابينة التعليق. سنكون على موعد اليوم مع مباراة تلعب ضمن بطولة دوري المحترفين المصري. في مثل هذه الأجواء وفي هذه البطولة الكبرى نتوقع بأن يكون الأداء قوياً على أرضية الملعب. الكل يتطلع لهذه المباراة، نأمل بأن نشاهد لقاء مثير وأهداف عديدة. نريدها مباراة جميلة فيها كل المتعة، ولا نريد أي شيء سلبي اليوم. تقدم بثبات نحو المقدمة. وكرة خطيرة، نظرت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى، ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. خطورة لم تعد موجودة هنا، تشتيت رائع للكرة هنا. تغير الوضع بعد أن بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. أكرم يتقدم بالكرة، راح فيها، هل يسجل التقدم؟ تصويبة لم تكن بالقوة الكافية والحارس كان في الموعد بالتالي. والآن هجوم وتقدم إلى الأمام مع بحث عن فرصة لتهديد المرمى. النتيجة متعادلة واللعب بهدوء من أجل تسجيل التقدم الآن. العرضية في وسط المنطقة، تغيير في الاستحواذ، الدعم يصل الى من اللاعبين، الهجوم ينتهي بدون خطورة تذكر. انطلاقة قوية في الثلث الهجومي، فرصة للتسجيل، ينجح في التصدي. تلعب في داخل المنطقة، رأسية رائعة، الكرة بتمر من فوق العارضة. بيخلص المنافس، مساحات موجودة في الطرف يتقدم فيها الآن، بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. نعم يوجد تدخل خاطئ هنا في رأيي. تلعب عند القائم الثاني، كرة رأسية ضعيفة والحارس يوقفها بدون معاناة. مراوغة ممتازة هنا، دفاع حديدي خلص الكرة وأوقف المحاولة. you
نتيجة التعادل، والفريق يبني الهجمة بتنظيم وهدوء وبدون تسرع. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. مستحيل، الضربة الأولى في مرمى الغريم، الضيوف يسجلون، المباراة تشتعل الآن. يا لها من أجواء، أي مدرجات في حالة صدمة الآن. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. محمد، تمريره يغير من خلالها جهة اللعب. هكذا تكون الانطلاقة نحو الثلث الهجومي. اللعب يستمر والأفضلية لإتاحة الفرصة. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. صافرة حكم المباراة تنهي شوط المباراة الأول، والآن يذهب الفريقان لاستراحة قصيرة، نعود بعدها لاستكمال المباراة. ينطلق الآن الشوط الثاني لهذه المباراة مع ضربة البداية. مهارة كبيرة في التمرير. هذا دفاع مثالي داخل ال 18. امتياز في التمريرة. رغم البحث عن التعادل لا يندفع الفريق في الهجوم. كانت نقلات مميزة لكن يبدو حديثي عنها جاء بنتائج عكسية. تقدم هجومي ممتاز، يكسب أرض في مناطق الخطورة. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي، تصدي بكل ثبات. قرار التبديل جاهز وحان وقت الاستعانة بالدكة. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. الكرة إلى خارج الملعب، رمية التماس. مظفر، نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. والتصديدة يا رب، يعودون في النتيجة، هدف التعادل يأتي. نشوف اللقطة من جديد، شوف الكرة وين راحت، أسفل العارضة، حالف الحظ فيها قليلا، وإلا كان ممكن ترتطم الكرة ويضيع على فريق الهدف. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. يتعرض لضغط كبير الآن. تدخل جميل من اللاعب حسين، بيعدي بالكرة، بيروح فيها. تصويب الآن، محاولة لكن الحارس يتصدى بكل سهولة.
بالنظر إلى أرقام المباراة تتأكد بأن المباراة مثيرة، تتكلم عن الفرص، عن المحاولات، عن الإثارة، عن السرعة، عن المتعة. نتمنى بأن تستمر حتى النهاية. افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. كرة ما زالت مستمرة. يتدخل والكرة تخرج إلى رمية تماس. انطلاقة مبشرة هنا في جناح الملعب في المساحات المتاحة. والآن الدخول إلى عمق الملعب. استعادة ناجحة للكرة بعد ضغط عالي. هل تستغل هذه العرضية؟ تصدي لم يضع حدا للخطورة. خلاص راح التهديد من على المرمى. مجهود ممتاز في الاحتفاظ بالكرة في منطقة الخصم. تدخل ممتاز وابتكار تصدي ممتاز. من حارس المرمى. الفريق ما زال في الملعب بفضل هذا التصدي. ثلاثة تغييرات مرة واحدة نشاهدها الآن. تلعب في داخل المنطقة. كانت غريبة هذه الكرة، رأسية جميلة، كانت بكل براعة، لكن الكرة تمر فوق العارضة. حلوة المحاولة، فيها مجهود وفيها مهارة. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. أوهو، تسديدة قوية، وتسديدة قوية تروح فوق العارضة هنا. أعتقد بأن المدرب سيدفع بلاعب بديل في هذه اللحظات. روعة كبيرة في الانطلاق بالكرة. تدخل خاطئ والقرار سيأتي باحتساب خطأ. بيلعب لك كرة داخل الصندوق. عرضية تبعد وتنتهي الخطورة. في هذا الموقف يجب استغلال كل فرصة ممكنة. من يدري، ربما تكون كرة الفوز. البحث عن كرة مرتدة. يضرب خط الدفاع. الكرة في الملعب رغم التصدي. تنتهي خطورة هذه الهجمة في هذه اللحظة. الحكم يشير إلى دقيقتين فقط كوقت بدل ضايع. تنفيذ جيد للضغط العالي. فرصة للتسجيل. يا الله، الهدف القاتل يأتي. المدرجات تشتعل. هذه ليست مباراة عادية. لا يوجد أفضل من الفوز على الغريم في الدقائق الأخيرة، وأصحاب الأرض يقتربون من ذلك الآن. نشوف الآن هدف التقدم القاتل مرة أخرى. نشوف السيناريو المرعب لأي فريق. نشوف السيناريو المثالي للفوز. نشوف الوقت الأفضل لتسجيل هدف التقدم في اللحظات الأخيرة. إذن هذه صافرة النهاية تعلن فوز المستضيف وتفوق على غريمه. مواجهته كانت صعبة، الفوز لم يكن سهلا أبدا، كان ممكن يروح منهم في أي لحظة، لكن في النهاية تحقق المراد وخرجوا بالنقاط الثلاث. أداء جيد ومساهمة فعالة في مباراة اليوم، بكل تأكيد لا أحد ينكر هذا الأمر. ما حدث هنا لن ينسى. التسجيل في اللحظات الأخيرة لمنح التقدم والانتصار من صفات الشخصيات الكبيرة.